السلام عليكم مشاهدينا، نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم نبدأها بالعناوين. بالتزامن مع أزمة المحروقات، أزمة في تأمين بعض الأدوية الضرورية تشهدها دمشق. ومنظمات روسية تنشر تقريرا حول انتهاكات نظام لحقوق الإنسان والقانون الدولي في سوريا. تظاهرات شعبية داعمة لخنساء حوران وغياب الرد الرسمي الأردني. اختفت الأدوية الخاصة بمرضى القلب والضغط والسكري بشكل شبه كامل من صيدليات العاصمة دمشق، كما فقدت أدوية أخرى من معظم الصيدليات، ما أدى لارتفاع سعرها في حال توفرها بحسب موقع صوت العاصمة. وأضاف الموقع أن الأدوية الأجنبية فقدت أيضا بشكل مفاجئ، إضافة لتوقف مجموعات التواصل الاجتماعي التي كان يعتمد الأهالي عليها لتأمين بعض أنواع الأدوية، هذا ويصل سعر حبوب السيتامول إلى 1000 ليرة سورية للظرف الواحد. أصدر رئيس الوزراء في حكومة نظام حسين عرنوس قرارا يقضي بتخفيض مخصصات شهر نيسان من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية بالنسبة للسيارات الخاصة والعامة وفق 3 فئات. هذا ونقلت صحيفة الوطن الموالية أنه تم تخفيض مخصصات الفئة الأولى بمقدار 100 لتر للسيارات و25 لترا للسيارات من الفئة الثانية و15 لترا للسيارات من الفئة الثالثة. وبحسب القرار فقد تم تخفيض مخصصات شهر نيسان من العام الحالي من مادة البنزين بالنسبة لباقي السيارات الحكومية العاملة على البنزين بمقدار 15 لترا. ينضم إلينا مروان السيد مراسل حلب اليوم من دمشق. مرحبا بك مروان. أزمة المحروقات، هل هي في ازدياد أم أن حلولا مقبلة يتحدث عنها النظام مروان؟ نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين. بداية بالنسبة للأزمات، لا نقول أزمة وإنما أزمات يواجهها السوريون في مناطق سيطرة النظام، هي مستمرة وتتطور بشكل متسارع. بالأمس كنا نقول أن البنزين ارتفع السعر وأصبح في السوق السوداء 2000 ليرة، اليوم نتحدث عن ضعف هذا السعر، 4000 ليرة لتر البنزين الواحد، وأيضا 2500 ليرة سعر لتر المازوت. وهذه المواد مفقودة، ومن يبيعها يقول أن هذه المواد تم تأمينها بصعوبة كبيرة وبالتالي ارتفع سعرها، على الرغم من أن محطات الوقود التي تخضع لحكومة النظام تقوم بشراء بطاقات السيارات من الأهالي وبأسعار منخفضة وبيع المواد بسعر مرتفع بهدف تحقيق المكاسب المادية، وهذا يكون بتجاهل حكومي رقابي. هذه المشاكل كلها تكون على مرأى وزارة التموين التي تكون مسؤولة عن هذه مروان. لكن يعني هذه الأزمة مروان هي أزمة مميزة، هناك ازدحام كبير بوسائل النقل داخل العاصمة دمشق وأيضا في حلب وفي كل مناطق سوريا، إلى متى ستستمر هذه الأزمة؟ هل هناك أي تصريحات رسمية من النظام؟ نعم، هذه الأزمة ليس هناك تصريحات رسمية، هناك تجاهل تام لهذه المشاكل من قبل حكومة النظام، بالتالي هناك توقعات أن تتفاقم هذه الأزمة كثيرا. اليوم الطريق من العاصمة إلى أي نقطة في ريفها مهما كانت قريبة يأخذ تقريبا 8 ساعات كاملة حتى يصل الشخص إلى منزله. فعلى سبيل المثال، من كان موظفا أنهى دوامه عند الساعة 2 سيصل حتما قرابة الساعة 10 ليلا إلى بيته. إذن لا تصريحات رسمية بهذا الخصوص. بالنسبة لأزمة الأدوية، بالنسبة لأزمة الأدوية مروان، ما السبب المباشر حول أزمة الأدوية والانقطاع المباشر هذا للأدوية؟ هل هناك أي تعليق أيضا من النظام أو مصادر لديك؟ نعم، بالنسبة لأزمة الأدوية هي أزمة متطورة عن أزمة سابقة انقطعت فيها الأدوية. هناك مشكلة وهو كبيرة بين
الشركات المصنعة للدواء وبين حكومة النظام. حكومة النظام تجبر هذه الشركات على إنتاج الدواء بتسعيرتها لصرف الدولار، حيث يتم استيراد هذه المواد بسعر مرتفع وبسعر السوق السوداء، وحكومة النظام تريد من الشركات تحديد التسعيرة وفقا لسعر الدولار الذي حددته وهو سعر غير حقيقي. بالتالي شركات الأدوية توقفت عن إنتاج أصناف كثيرة، وأيضا الاستيراد ممنوع إلا عبر أقنية النظام، فبالتالي أصبح الدواء شبه مفقود في معظم الصيدليات، وما يتوفر له الدواء يكون هنا سوق سوداء للأدوية، هي أصبحت موازية للسوق السوداء في الدولار وغيرها، فأصبحت الأسعار في ارتفاع كبير جدا على الأقل. أشكرك مروان السيد مراسل حلب اليوم، حدثتنا من دمشق. قالت صحيفة عنب بلدي أن النظام يكثف مباحثاته حول ملف اللاجئين خارج سوريا، متهما دولا لم يسمها بمنع عودتهم. جاء ذلك عقب لقاء وزير الخارجية فيصل المقداد بوزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فانك جابرو في دمشق لبحث ملف عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا، فيما ذكرت وكالة سانا التابعة للنظام أن جابرو أبدت استعداد بلادها للتعاون في ملف عودة اللاجئين من كلا البلدين كل إلى بلاده. في أول تقرير باللغة الروسية نشرت أربع منظمات مدنية روسية غير حكومية تقريرا يحلل الانتهاكات الإنسانية لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي في سوريا لتوضيح صورة أكثر اكتمالا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ بدء الاحتجاجات عام 2011 وتطوراتها المتلاحقة. التدخل الروسي في سوريا بدأ منذ عام 2015، لكن الجديد في القصة خروج منظمات حقوقية روسية غير حكومية عن صمتها لأول مرة منذ بدء هذا التدخل. منظمات هيومن رايتس سنتر ميموريال ويورث هيومن رايتس موفيمنت ولجنة المساعدة المدنية وأمهات جنود سانت بطرسبرغ الروسية تصدر بيانا مشتركا حول انتهاكات روسيا في سوريا. التقرير عنون بعقد من الويلات، وذلك في الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية. التقرير أعد من قبل حقوقيين روس وثق الانتهاكات في سوريا وأجرى مقابلات مع أكثر من 150 شاهدا وناجيا سوريا من انتهاكات حقوق الإنسان داخل سوريا، وتمكن معدوه من إجراء هذه المقابلات في لبنان والأردن وتركيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وروسيا، ولكن لم يتمكنوا من الوصول إلى داخل سوريا. وثق التقرير الاعتقالات التعسفية في سوريا والتعذيب داخل مراكز الاعتقال التابعة للنظام وحالات الإخفاء القسري، كما وثق استخدام قوات نظام البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية ضد المدنيين وقصف وتدمير المراكز الطبية. يهدف هذا التقرير إلى تقديم وثيقة تحليلية للجمهور الروسي بشكل عام، إذ لا يعرف المجتمع الروسي بمن في ذلك مؤلفو التقرير في بادئ الأمر إلا القليل عن الوضع في سوريا، ويتلقى حتى الآن معلوماته من وسائل الإعلام الحكومية التي تصور على أن الوضع المعاناة في سوريا هي نتاج أعمال إرهابية وأعمال الفصائل وتلتزم الصمت حيال انتهاكات النظام، وذلك جاء على لسان مؤلفي التقرير. ينضم إلينا المحامي علي رشيد الحسن مستشار قانوني من غازي عنتاب. مرحبا بك سيد علي، ما معنى تسليط الضوء من منظمات حقوقية روسية على انتهاكات حدثت في سوريا؟ مساء الخير لك أخ إبراهيم والأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. طبعا مثل ما جاء في التقرير منذ عام 2015 والاحتلال الروسي يسلط سلاحه على الشعب السوري ويجرب كل أصناف الأسلحة، وهذه التقارير هي رهن أدراج المنظمات الحقوقية. ولكن شهدنا في الفترة الماضية هناك تحرك ل14 وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الوزير الخارجية الأمريكي
بأن على النظام السوري عدم الإفلات، يعني يجب ألا يفلت النظام السوري من العقاب، ويجب ملاحقة النظام السوري على الجرائم ارتكبها بحق الشعب السوري وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في هذه الحالة سنحت الفرصة لهذه المنظمات التي تحتفظ بالوثائق وبأرشيفها بالمجازر التي ارتكبت بحق الشعب السوري، فرأت إن الوقت قد حان من أجل إظهار هذه الوثائق المؤرشفة في أدراجهم منذ سنوات عدة، كون مضى على الثورة السورية أكثر من 10 سنوات. إذن طيب، هذه المنظمات الحقوقية هي رهن السياسات الدولية. سيد علي، برأيك هل سيكون هناك آثار لهذا التقرير بالنسبة لممارسات النظام وملفات المعتقلين وغيرهم؟ لم أفهم السؤال أخي إبراهيم. كنت أسألك هل سيكون هناك تأثير بالنسبة للنظام بهذه التقارير، هل ستؤثر على ممارسات النظام بالنسبة لملف المعتقلين بأي شكل من الأشكال كان؟ لا لا لا، لا يوجد أي تأثير. الوثائق التي تم تسريبها منذ فترة عن طريق استفراب 900,000 وثيقة تم تسريبها، وتثبت ان المتورط الاكبر راس النظام وموقع من راس النظام من الاعلى الى الاسفل، وكلها موثقه اكثر من 900,000 وثيقه. هذا التقرير الخجول الصادر من المنظمات الروسيه اصلا في الحقيقه نظام قمعي، سواء كان في روسيا او في سوريا. هنا اود ان اسالك سيد علي، هنا اود ان اسالك سيد علي، ربما المجتمع الروسي مغير عن الصورة في سوريا ويتم نقل صورة مغايرة، هذه التقارير كيف ستؤثر في المجتمع الروسي برأيك؟ أستاذ إبراهيم، طبعا والأخوة المشاهدين كلهم يعلمون بأن في الوقت الحالي أصبح العالم الافتراضي كله بين يديه، أصبح عن طريق الانترنت كل شيء متاح لكل أهل الأرض. إذن هذه ما يجري في سوريا هو متاح لدى الشعب الروسي ولدى كافة العالم، ومع ذلك إذا افترضنا هذا التقرير هو عبارة عن بداية قد تجر إن شاء الله الوضع في روسيا نحو أنه يعلم الشعب الروسي بما يجري في سوريا. يعني توضيح ليس إلا ولو اعتبرنا أن هذه التقارير هي خجولة جدا، يجب على هذه المنظمات أن تتحرك منذ 10 سنوات على الأقل، وإذا كان دورها حيادية يجب على هذه المنظمات أن التحرك على الأقل منذ أكثر من قبل 3 سنوات. شكرا. بعد أن اشتد القصف والمجازر من قبل النظام الروسي. شكرا، أشكرك. لا يأبهون لهذه التقارير، وكون التقارير الموجودة سواء من الشبكة الحقوقية للإنسان أو من الأمم المتحدة أو من مجلس الأمن أو Human Rights Watch، إذن هناك مجموعة من المنظمات نشرت هذه التقارير، والنظام الروسي ما زال حتى الآن يستخدم كل يوم أسلحة متطورة حتى يعرضها في السوق الدولية. أشكرك المحامي علي رشيد الحسن، مستشار قانوني، حدثتنا من غازي عنتاب. شكرا جزيلا لك سيد علي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. يعتبر الأول من نوعه افتتاح مصنع للأدوية في مدينة عفرين شمال حلب. يلا. تتغير الأحداث يوميا في سوريا، يتعقد الواقع وتتشابك الخيوط. دول تسعى لتنفيذ أجنداتها في سوريا، وساحة الحرب ليست عسكرية فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد والحياة الاجتماعية والثقافية. سأكون معكم أسبوعيا أنا آلاء صبرا في برنامج العمق السياسي على قناة حلب اليوم. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. السلطات الأردنية تبلغ 3 لاجئين سوريين بينهم خنساء حوران برحيل عن أراضيها خلال 14 يوما
أو العودة لمناطق سيطرة النظام في سوريا، فيما لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات الأردنية حول دوافع القرار وأسبابها. التقرير التالي والتفاصيل. في بلد النشامى تبلغ سيدة طاعنة في السن ومعتقلة سابقة في سجون نظام الأسد بضرورة الرحيل عن الأردن أو العودة إلى سوريا، حيث يقف سجانوها على الحدود في معبر نصيب. السلطات الأردنية أمهلت حسن الحريري التي تبلغ من العمر 65 عاما وابنها إبراهيم الحريري وشابا آخر يدعى رأفت الصلخدي للرحيل عن البلاد خلال مدة أقصاها 14 يوما دون توضيح الذنب الذي فعلوه ليستحقوا الطرد من البلاد، سوى أنهم لاجئون لبلد عربي شقيق تأملوا أن يجدوا فيه المتنفس من القهر. استدعونا وبلغونا بقرار رحيل وأنا رفضت أوقع القرار، بس ابني وأبو حمزة وقعوا. إحنا وأولادنا أمانة برقبة الشرفاء بسوريا وبالثورة السورية. مراسل حلب اليوم ذكر أن السيدة حسنة رفضت استلام التبليغ والتوقيع على التعهد بالمغادرة، معربة عن مخاوفها من تسليمها إلى قوات نظام الأسد. مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالحديث عن حسن الحريري، حيث طالب نشطاء ورواد تلك المواقع السلطات الأردنية بالتراجع عن القرار، كما حذروا من عواقبه على المرحلين الثلاثة وعلى سمعة الأردن. خنساء حوران كما يحلو للسوريين تسميتها، لأنها فقدت ثلاثة من أولادها وكذلك زوجها وإخوته الأربعة وأزواج بناتها الأربعة، مكثت في سجون نظام الأسد سنتين ونصف وتعرضت لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي. إذن تعود قضية ترحيل اللاجئين السوريين قصرا إلى مناطق سيطرة الأسد لتفتح الباب أمام تساؤلات حول الدور الأممي والدولي للبعيد إن غابت المروءة لدى القريب. خرجت مظاهرة عقب صلاة الجمعة في مدينة الباب شرقي حلب تحت شعار إخراج المعتقلين مطلبنا، ضمن حملة لا شرعية للأسد وانتخاباته، كما طالب المتظاهرون حكومة الأردن بوقف قرار ترحيل السيدة السورية حسناء الحريري ومعارضين آخرين لخارج الأردن. مراسلنا مالك أبو عبيدة والتفاصيل. هنا في مدينة الباب وتحت حملة لا شرعية للأسد وانتخاباته التي تخرج في كل جمعة في مظاهرات تحت أسماء مختلفة، في هذه الجمعة التي سميت بجمعة المطالبة بالمعتقلين أيضا خرج العشرات من أهالي مدينة الباب والمهجرين فيها في هذه المظاهرة كما نشاهد هنا. طبعا يهتفون الآن للحاجة حسن الحريري التي أصدرت السلطات الأردنية قرارا بترحيلها إلى خارج الوطن الأردني في مدة أقصاها 14 يوما. هذه الجمعة أيضا جوز التفتات ومناصب الحاجة حسن الحريري بعد حملة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أيضا على الواتس وحجمات الفيسبوك وحتى إطلاق هاشتاجات على التويتر. والآن هذه المظاهرة تطالب بالإخراج عن المعتقلين وتطالب السلطات الأردنية والجهات المعنية بالضغط على السلطات الأردنية للتراجع عن هذا القرار عن ترحيل الحاج حسن الحريري والأشخاص الذين معها. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، مدينة الباب في ريف حلب الشرقي. استطلعت كاميرا حلب اليوم رأي اثنين من المشاركين في المظاهرات حول الهدف منها، فلنتابع. السلام عليكم. احنا جينا اهل درعا اليوم جمعة، جينا اهل درعا وجميع الاحرار بالمحرر هون مشان نطالب بحل مشكلة للخنساء الحريرية. بالنسبة ل تركيا او يجيبوها لهون على المحرر، هذا اللي قاعدين بنطالبه. ومنطالب كمان كل جمعة منطالب بالمعتقلين والمعتقلات انه الله سبحانه وتعالى يفك اسرهم جميعا. السلام عليكم. خرجنا مظاهرة في مدينة الباب اليوم لعدم ترحيل الحاج حسناء الحريري من الاردن. نطلب الحكومة الاردنية والشعب الاردني، نطلب الحكومات في لبنان وفي العراق وفي تركيا عدم ترحيل السوريين السوار، لانه نظام الاسد نظام قاتل ومجرم.
وإن شاء الله مستمرين حتى إسقاط النظام من جميع ميليشيات العصابة الأسدية. تحرير سوريا جميعا يا رب. وفي إدلب شارك المئات من أهالي بلدة حربنوش ومخيماتها والقرى المجاورة لها في مظاهرة مركزية أكدت على مبادئ الثورة السورية وضرورة إطلاق سراح المعتقلين، كما أعلن المتظاهرون تضامنهم مع خنساء حوران. فلنتابع. نحن اليوم بلدة حربنوش بالاشتراك مع القرى المجاورة وأهل المخيمات دعينا لمظاهرة، ونحن بهالمناسبة نرجع ندعي بكل مرة انه بعودة الميليشيات الإيرانية وعدم فتح المعابر بهالظروف الصعبة هيدي، ومنطالب الحكومة الأردنية بعدم إخراج خنساء حوران، ومنطالب إخراج المعتقلين، والله ينصر هالثورة المباركة. جنة 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 يا وطن يا حبيب. نحن هنا في إدلب الصمود، إدلب التحدي، وإن شاء الله سوف نبقى في هذه الأرض حتى آخر نقطة دم ضد بشار الأسد وبوتين الكلب المجرمين الذين قاموا في تشريدنا من بلادنا. سوف نبقى في هذا المكان حتى آخر نقطة دم فينا، وسنرجع إلى بلادنا رغما عن أنفه وأنف الأسد. باقون 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 على هذه الأرض ما دامت شجرة الزيتون صامدة في على أرض إدلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قسمنا بالله قسمنا بالله. فردينا نأكد على ثوابت الثورة واستمراريتها حتى آخر لحظة، حتى آخر واحد من المعتقلين، حتى آخر واحد مظلوم في هالبلد. نحن مع الثورة حتى آخر يوم، حتى ننتصر على الأسد ونوصله إلى المحاكم الدولية وننتقم منه. يعتبر الأول من نوعه. افتتح في منطقة عفرين شمال حلب مصنع سكاي فارما للأدوية البشرية، وذلك بحضور رسمي من مديرية صحة عفرين وشخصيات مدنية سورية وتركية. مراسلنا ماجد العمر والتفاصيل. يا الله يا بسم الله. بحضور رسمي تركي وشخصيات فاعلة في المجتمع المدني يفتتح مصنع سكاي فارما للأدوية في منطقة عفرين شمال حلب. المصنع يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشمال السوري، وسيزود احتياجات المنطقة من الأدوية الضرورية. المعمل بيوفر ثلاث خطوط أو أربع خطوط مبدئية موجود: شرابات، قسم مضغوطات، قسم كبسول، قسم تحاميل. إنشاء المعمل للحاجة المتوفرة في المناطق في الشمال السوري لعدم توفر الدواء. إن شاء الله معمل سكاي فارما رح يوفر جزء كبير من احتياجات الدواء اللي رح تنطرح بالسوق بأسعار رخيصة بجودة عالية طبعا. وشكر كتير للي ساعدونا بدعمنا بافتتاح هذا المعمل. رقابة وإشراف مباشر من مديرية الصحة في عفرين على المصنع بجميع مراحل الإنتاج والتخزين وفق شروط فنية وصحية محدودة وتقنيات حديثة. وسيؤمن المصنع في المرحلة الأولى الاحتياجات من أدوية شراب الأطفال والحبوب والتحاميل. حاليا طبعا نحن معروف انه يوجد عندنا شح في بعض الأدوية، غلاء بالأسعار، فتوفر هذه الأدوية في السوق سيكون مساهم في توفير الأدوية زائد انخفاض سعر الأدوية في المنطقة المحررة ان شاء الله. ارتفاع كبير بأسعار الأدوية شهدته الأسواق في الآونة الأخيرة، رافقه فقدان لبعض الأدوية الضرورية، الأمر الذي يكسب افتتاح هذا المصنع أهمية كبيرة في ظل الحاجة المتزايدة. سيساهم افتتاح هذا المصنع بدعم القطاع الصحي في المنطقة وتوفير الأدوية بأسعار أرخص مما يخفف عن الأهالي، ليبقى التأثير الأكبر مرهونا بتطوير أقسام إنتاجه. ماجد العمر، حلب اليوم، عفرين.
بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.